ولعلها تكون ختام ولا بد من إثارتها الآن، ولعلها تكون ختام المجلس. المشكلة التي وقع العالم الإسلامي كله إلا الغرباء وقليل ما هم، صيام يوم السبت، صيام يوم السبت. ما تقولوا الشيخ مكاشر؟ لا الله لا يجعلنا منهم. الرسول عليه السلام يقول في صريح الحديث الصحيح: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لقد صام يوم السبت الخاصة والعامة، إلا كما قلنا آنفا إلا الغرباء وقليل ما هم. لماذا؟ لأنهم ماشيين على القاعدة العامة، صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، فإذا هذا يوم عرفة. لكن الناس في غفلة ساهون، ما بينتبهوا أن هناك عام خاص ومطلق ومقيد. صحيح هم علماء، لكن العلماء في غفلتهم ساهون، فماذا نقول عمن دونهم؟ فوجئوا بيوم السبت يوم عرفة فصاموا جميعا. قيض لهم ناصح أمين قال لهم: يا جماعة لا تصوموا هذا اليوم يوم السبت، لأن الرسول عليه السلام قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ولأول مرة تجد بعض المتحمسين يذهبون إلى الكتب ويستغيثون بها، ينظرون إيش هذا الكلام، يبحثون يبحثون فيجدون ما يتوهمون أنه يساعدهم على خطائهم الذي عاشوا عليه دهورا. يجدون مثلا حديث جويرية وحديث أبي هريرة وكلاهما يلتقيان في أنه لا يجوز صوم يوم الجمعة إلا معه يوم قبله أو يوم بعده، يوم بعده معناه السبت. إذن هذا الحديث صريح بأنه يأذن للمسلم أن يصوم يوم السبت، فما بال هذا الحديث الذي أنت أشعته بين الناس: لا تصوموا يوم السبت إلا فما افترض عليكم. رجعوا إلى الكتب وجدوا الإمام مالك بيقول هذا كذب، وجدوا الإمام أبو داود بيقول هذا منسوخ، وجدوا الإمام النسائي بيقول هذا حديث مضطرب، وجدوا أشياء تشبه هذه الأقوال. وكما قيل: الغريق يتعلق ولو بخيوط القمر، بدون شيء يتخلصوا من هالمفاجأة التي فوجئوا بها. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. هل من هؤلاء من تجرد عن العادة وتجرد عن الهوى وزادها وزان هذه الأقوال الثلاثة، وهي في البطلان كما أقول حديث كذب هذا أخطر شيء قيله، حديث مضطرد هذا دونه بقليل، حديث منسوخ هذا أمره سهل لأنه يصحح الحديث ولكنه يدعي أنه منسوخ، حديث كذب، هل بحثوا في كتب السنة ليعلموا أن هذا القول كذب هو كذب في واقعه، وأن نسبته إلى الإمام الذي نسب إليه نسبة باطلة؟ إمام مالك يقول هذا الحديث كذب، وين الرواية الصحيحة؟ نحن أمام حديث ينسب إلى الرسول عليه السلام بأسانيد كثيرة، ثبت عندنا ثلاثة أسانيد صحيحة إلى الصحابي عبد الله بن بشر أو أختي الصماء أن الرسول عليه السلام قال هذا الحديث. هذا الحديث لو ثبت عن مالك بإسناد صحيح كالشمس في رابع النهار أنه قال هذا حديث كذب، نحن نقول
هذا الحديث هذا الكلام عن مالك لا نقبله، لأنه ثبت صحة الحديث عن الرسول، ثم نرد حديث الرسول بكلام أحد أتباعه وهو الإمام مالك. فكيف وهذه الكلمة التي تذكر في بعض الكتب تذكر معلقة لا سنام لها ولا خطاب، كيف يجوز أن نرد حديثا صحيحا بمثل هذه الكلمة عن إمام مالك؟ لكن الذين لهم هوى في شيء كما قلنا آنفا، الغريق يتعلق ورغيق يتقمر، هيتخذ حجة بإذن الله، كيف أنت بتقول هذا الحديث والإمام مالك يقول كذب؟ لو كان من العلماء أو كان من أهل العلم لا قلنا له تعال عندنا أحاديث، عندنا أسانيد في كتب السنة، سنن أبي داود، سنن الترمذي وقد قوى الحديث، سنن النسائي وقال الحديث مضطرب، مسند الإمام أحمد، مستدرك الحاكم، صحيح بن عبان إلى آخره. هذه الأسانيد كلها تعال نجلس ونتدارسها لترى عاقبة من قال هذا الحديث كذب، هذا الكلام يضرب به أرض الحائط. نأتي إلى القول الذي يليه، هذا حديث مضطرب. إيش الحديث المضطرب عند العلماء؟ حديث ضعيف. ما صورته؟ صورته أن يروى على وجوه مختلفة. أيكفي هذا في الحديث أن يقال إنه مضطرب وهو من أقسام الحديث الضعيف؟ الجواب لا، ليس كل حديث مضطرب يكون حديثا ضعيفا، وإنما هو الحديث الذي جاء بوجوه مضطربة ولا يمكن ترجيح وجه على وجه، ولا يمكن ترجيح وجه على وجه. أما إذا أمكن الترجيح فحينئذ يعالج الوجه الراجح معالجة خاصة، قد تكون هذه المعالجة تعطي أن الحديث صحيح وقد لا تعطي. وأنا أضرب لكم مثلا مقربا، لو جاء حديث عن سعيد بن المسيب بالسند الصحيح، عن سعيد بن المسيب أو المسيب والأصح المسيب، عن رجل عن أبي هريرة، وجاء بإسناد آخر صحيح أيضا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، يقال هذا حديث مضطرب، لأن الراوي عن سعيد بن المسيب اضطرب، تارة بيقول عن سعيد عن أبي هريرة وبها الصورة بظهر الحديث صحيح، تارة قال عن سعيد عن رجل لم يسميه عن أبي هريرة، إذن في السند رجل مجهول، صار الحديث بهذا مضطربا وهو حديث ضعيف. نقول رويدا رويدا، ادرس الآن كل من الطريقين، فإن ترجح عندك طبعا الرجوع إلى قواعد علم الحديث إسناد من قال عن سعيد عن أبي هريرة على إسناد من قال عن سعيد عن رجوع عن أبي هريرة، قلت هذا هو الراجح والحديث صحيح. وإن ترجع عندك العكس عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، ترجع أنك الحديث ضعيف لأنه في رجل مجهول. حديثنا ليس كذلك، حديثنا الراجح أنه حديث ثابت من وجوه ثلاثة، وأنا بينت ذلك في إرواء الغليل بتفصيل أعتقد فيما علمته، ولا نتألى على الله بأن أحدا لم يتوسع في بيان صحة هذا الحديث كما وفقني الله عز وجل. لكن الآن هنا مسألة كثيرا ما تختلط على الناس، لما وقعت الواقعة في هذا في هذه السنة وفي هذا الشهر، صام جماهير المسلمين يوم السبت، فأخذ جمهورهم يحتج بما يحتج به، وأكبر حجة عنده أن الرسول أذن بصيام يوم الجمعة أن يصوم يوم السبت. نقول لهم يا جماعة المسألة لها صورتان فتنبهوا. الصورة الأولى وهي التي وقعت، جماهير الصائمين ما أحد منهم صام يوم الجمعة، وإنما صاموا يوم السبت لعاشوراء،
لعرفة. هذه الصورة تعالج لوحدها. الصورة الأخرى يمكن يكون هناك ناس صاموا الخميس والجمعة والسبت، هذه تعالج لوحدها. لكن جماهير الصائمين صاموا يوم السبت وحده لأجل إيش؟ يوم عرفة. هؤلاء نقول لهم لقد عرضتم الحديث الصحيح وضربتموه في صدره، هو يقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فصمتم عرفة وهذا ليس مما افترض عليكم، إذن لا يجوز لكم أن تصوموا هذا اليوم. بثوروا بقعدوا بقولوا، ما سمعنا أحد من المشايخ يقول هذا الكلام. نقرب لهم الأمر بالتفصيل التالي. ذكرت لبعض إخواننا من طلاب العلم شيئا وخطر في بالي أيضا شيء آخر، وهذا من ألطاف الله عز وجل فيما يقدر على عباد المؤمنين. كان يوم عرفة يوم سبت، وتلاه يوم الأحد أول عيد، وتلاه يوم الاثنين ثاني يوم العيد أول أيام التشريق. هل من أحد صام يوم الأحد بحجة أن الرسول كان يصوم يوم الأحد؟ لا أحد. هل من أحد صام يوم الاثنين بحجة أن الرسول كان يصوم وكان يحض على الصيام؟ الجواب لا أحد. ترى لما؟ وما حجتهم في ذلك؟ هي حجتنا بعينها. حجتهم أنه نهى الرسول عن صيام أيام العيد. إذن يوم الأحد يوم عيد، ويوم الاثنين يوم عيد. فماذا فعل العلماء جميعا فيما مضى وفيما حضر؟ فعلوا وقفوا عند النهي، طبقوا قاعدة فقهية أبوا علينا أن يطبقوها في صوم يوم عرفة. ما هي هذه القاعدة؟ الحاضر مقدم على المبيح، الحاضر مقدم على المبيح، المانع النص المانع مقدم على النص المبيح. النص المانع لا تصوم يوم السبت، لا تصوم أيام التشريق. إذن عملوا في أيام العيد وأيام التشريق بالنص المانع، ولم يعملوا بالنص المانع فيما يتعلق بيوم عرفة. لماذا هذا التنافر وهذا التناقض؟ هكذا وجدنا أباءنا. إذن نحن الآن نعالج قضية من صام يوم السبت يوم عرفة فقط. نأتي إلى الذين قد يكونون صاموا قبل يوم السبت يوم الجمعة، فيقول قائلهم يا جماعة، وجاء أحدهم مسكين بالكتاب بعد ما خرجنا من المسجد، جاء بكتاب يريد أن يريني حديث جويريا. قلت له يا أخي بارك الله فيك، ما في حاجة الكتاب، هذا أمر معروف، لكن أنا أسألك، حديث جويريا هل يوجب عليك أن تصوم يوم الخميس والجمعة والسبت؟ قال لا. ماذا يفيدك؟ يفيدك الإذن والسماح أن تصوم هذه. إذن هذا ليس فرضا، والرسول يقول لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. يقول، وهذه كمان كلمة أنا أريد أن ألفت نظركم إليها، يقول أنت كنت قديما تقول بمثل ما يفعل الناس اليوم. أقول نعم، لكن تبين لي أني كنت مخطئا، وأني كنت مساقا بصوت الجمهور، الصوت مش الصوت، كنت مسوقا بصوت الجمهور، وعلقت تعليقا من كلام الجمهور في صحيح الترغيب والترهيب، ثم بصرني الله بخطئي فرجعت عن خطئي إلى صوابي. فهل رجوع عن الخطأ خطأ أم صواب؟ سكت الرجل. قلت ألا تعلم أن أئمتنا في كثير من مئات المسائل لهم في المسألة الواحدة أكثر من قول؟ كان يقول قديما كذا، وأكبر مثال مذهب الإمام الشافعي، مذهب قديم ومذهب جديد. هل يعير الإمام الشافعي بأن كان له مذهب قديم مذهب جديد؟ أم يشكر على ذلك؟ لا شك أن الذين يعرفون العلم وقدره أولا، ويعرفون الحق والرجوع إليه صواب ثانيا،
هؤلاء يشكرون الإمام الشافعي وأمثاله ممن يعودون إلى الصواب بعد أن كانوا مخطئين، فنحن نقضي بهم، هم القوم لا يشقى جليسهم. فإن كنت قلت هذا الكلام فأنا رجعت عنه، فأنت ناقشني الآن بالدليل، هذا دليلك إذن ودليلي مانع حاضر، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. لذلك أرجو أن تلاحظوا أنكم إذا ابتليتم بمناقشة بعض هؤلاء الناس اقسموا المناقشة قسمين، قسم مع الذين يصومون يوم عرفة فقط يوم السبت، وقسم يصومون قبل يوم عرفة. هؤلاء مناقشتهم أوضح والحج عليهم أقوى، لأنهم يصدمون الحديث ويضربونه ضربا، لا تصوموا يوم السبت. أولئك عندهم شبهة، أذن الرسول عليه السلام بصيام يوم السبت صحيح، لكن ما يعلمون أن الحاضر مقدم على المبيح، لأن هذه قاعدة علمية أصولية. نقربها لهم هؤلاء الفريق الثاني بصيام يوم الأحد، يجوز؟ لا. يوم الاثنين يجوز؟ لا. ليه؟ نهى. وهنا أيضا نهى وانتهى الأمر، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. ونريد أن نصلي قبل أن ننصرف، إلا إذا ما أذنت للدكتور هين شون سنة طيبة. إذا ما أذنت للدكتور تابع للسؤال السابق يعني ما أدري هاي الآلة بس يا جماعة بس يا سؤال. في سؤال يعني الإنسان